أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أنه تم إجراء مباحثات مثمرة تندرج في سياق تشاوري مستمر بين البلدين. وأضاف الرئيس الجزائري على أنه تم الاتفاق على مواصلة جهود تعزيز الاستثمار والتجارة بين البلدين. بيننا تشاور متواصل حول العلاقات الثنائية وحول الدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتهما في مسار الدفع بالتعاون عربيا وإفريقيا إلى ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدنا على ضرورة العمل سويا لحفظ المكانة اللائقة التي يتبوأها بلدانا على الصعيد الإفريقي والواجهة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وما تحتله جمهورية مصر العربية من مكانة تاريخية وجغرافية استراتيجية في مد جسور التعاون بأشقائنا العرب في القارة الآسيوية.